بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني زجرا عن الظلم والعدوان. عظم الله عز وجل أمر الدماء حتى لا يتجرأ الناس على القتل كما تجرأ ابن آدم الأول. يقول: أي من قتل نفسا بغير سبب من خصاص أو فساد في الأرض استحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك، فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار، ولهذا قال: فكأنما أحيا الناس جميعا. يبقى متى يجوز قتل النفس في هذه الآية الكريمة؟ يجوز قتل النفس إذا كان هذا الذي يراد قتله قد قتل نفسا، يكون يقتل قصاصا، أو يكون هذا الذي يراد قتله قد أفسد في الأرض كالمحاربين مثلا. وأعظم الفساد الكفر والدعوة إلى الكفر والصد عن سبيل الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، والنفس بالنفس. ولذا كان أمر الزنا في حقيقة الأمر اعتداء على المجتمع كله، ولذلك نظرة يعني أو النظرة في التشريع الإسلامي لجريمة الزنا ليست كالنظرة الغربية. يعني حكم الله عز وجل في الزنا ليس كنظرة الغرب، يرون أن الزنا حق شخصي، لكن الشرع الإسلامي جعل هذا فسادا في الأرض، وجعله أمرا فيه اعتداء على حقوق المجتمع كله. ولذا لم يكن من حق أحد إذا ثبتت الجريمة بالشهود أن يعفو، لا الزوج ولا الأب ولا الابن ولا الزاني، لا يكون لأحد حق العفو بخلاف القصاص، فإنه في حقيقة الأمر اعتداء على شخص
وأسرة بعينها، والنفوس مجبولة على الانتصار لأقاربها، ولذا جعل هذا الأمر لهم. من قتل نفسا جعل الأمر إلى ورثته، إلى ورثة القتيل، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا، بخلاف النظرة الغربية أيضا التي ترى أن القتل اعتداء على حق المجتمع ككل، وهذا انقلاب في الفطرة في حقيقة الأمر، لأن المجتمع لن يكون أحرص على أخذ الحق والانتصار للمقتول من أوليائه، بخلاف الزنا فإنه بالفعل قد يقع نوع من التستر ونوع من الرضا في بعض الأحيان، يترتب على ذلك انتشار الفساد، وأحيانا نوع من العجز عن أن ينتصر لعرضه، فيترتب على ذلك فساد عظيم. فنظرتهم إلى الجرائم مختلفة عن حكم الله سبحانه وتعالى. نقول أن الفساد في الأرض يشمل الردة والكفر، ويشمل المحاربة قطع الطريق كما سيأتي بيانه، ويشمل كذلك الزنا في حقيقة الأمر، ولكن حده الرجم والجلد كما بيّن الله عز وجل. قال الأعمش وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار، يوم قتل عثمان رضي الله عنه، فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال يا أبا هريرة: أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل. وعثمان رضي الله عنه من حقه أن يقاتل وأن يقاتل عنه، ومع ذلك انظر إلى ورعه، وهو الشيخ الكبير ذو السابقة في الإسلام والمنزلة العظيمة، يخاف ويحذر من يريد أن يدافع عنه من أنه إن قتل نفسا فإنه يكون قد قتل الناس جميعا، مع أنه يقاتل للدفاع عن مظلوم، ولكن كان هو رضي الله عنه حريصا على أن لا يسفك فيه دم. قال: فانصرفت ولم أقاتل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو كما قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وإحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا، يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه جميعا. وهكذا قال مجاهد: ومن أحياها أي كف عن قتلها. هذه الدرجة هي أقل الدرجات في الإحياء، أعني أنه يحرم قتلها ويكف عن قتلها، وهناك درجات أعلى في الإحياء، وهو أن يمنع من القتل وينقذ إنسانا يراد قتله ظلما. وقال العفي عن ابن عباس في قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، يقول: من قتل نفسا واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا. وقال سعيد جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. هذا قول وهو الأظهر. وقال عكرمة والعوفي عن ابن عباس في قول: فكأنما قتل الناس جميعا، يقول: من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. رواه ابن جرير، هو ضعيف من رواية العوفي عن ابن عباس. وقال مجاهد في رواية أخرى عنه: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، وذلك لأنه من قتل النفس فله النار، فهو كما لو قتل الناس كلهم
كلهم. وقال ابن جريج عن الأعرج عن مجاهد في قوله فكأنما قتل الناس جميعا من قتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب. قال ابن جريج قال مجاهد ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال من لم يقتل أحدا فقد حي الناس منه. لم يزد على مثل هذا العذاب يعني في نوعيته، وإلا فقدره أعظم بلا شك، لكن سوف يكون جزاؤه جهنم وعليه غضب الله وعليه لعنته وله عذاب عظيم، ولكن هذا قد يتضاعف. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، يعني فقد وجب عليه القصاص، فلا فرق بين الواحد والجماعة. ومن أحياها أي عفى عن قاتل وليه فكأنما أحيا الناس جميعا. وحكى ذلك عن أبيه، يعني منع من قتل إنسان أحياه بعد أن كان مستحقا للقتل. رواه ابن جرير. وقال مجاهد في رواية ومن أحياها أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة، إنقاذ نفس معصومة من هلكة، هذا الذي التفسير الثاني لمجاهد. وابن كثير رحمه الله يستظهر الأول وهو تحريم الدم والكف عن سفك الدم الحرام. وقال الحسن وقتادة في قوله أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، هذا تعظيم لتعاطي القتل. قال قتادة عظيم والله وزرها وعظيم والله أجرها، أجر إحياء النفس. وقال ابن المبارك عن سلام بن مسكي عن سليمان بن علي الربعي قال قلت للحسن هذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل، فقال إي والذي لا إله غيره كما كانت لبني إسرائيل، وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. ما الذي جعلها كذلك؟ هي دماء المسلمين أكرم على الله عز وجل، لذلك كتبنا على بني إسرائيل هذا شرع من قبلنا وهو كذلك شرع لنا، لأنه لم يرد شرعنا بخلافه بل جاء بمثله، ودماء المسلمين أعظم من دماء الأمم السابقة لأنهم أكرم الأمم عند الله. وقال الحسن البصري فكأنما قتل الناس جميعا قال وزرا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال أجرا، يعني في الوزر يأخذ وزر قتل جميع الناس وفي الأجر يأخذ أجر إحياء جميع الناس. وروى الإمام أحمد بسند فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو قال جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال بل نفس أحييها، قال عليك بنفسك. تحييها يعني بطاعة الله. ضعيف. هذا معنى آخر، إحياء النفس بمعنى إحيائها بطاعة الله عز وجل. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإحياء النفس بطاعة الله كأنه إحياء للناس جميعا. وقوله تعالى ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها، كما كانت بنو قريظة النضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية، يقاتل هؤلاء مع طائفة وهؤلاء مع طائفة أخرى فيقتل بعضهم بعضا. قال ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فدوا من أسروه وودوا من قتلوه، وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة
حيث قال: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. وما الله بغافل عما تعملون. نعم، قراءة ثانية. جزاك الله خير، ده ما اتلخبط فيها. فكده بقى خلاص، كده قراءة وكده قراءة. تحفظ عشان انا اتلخبط فيها دايما، مستنيها لي. وقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية: المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. ياخد درهم الدنانير يقطع منه حتة وهو مضروب، يأكل منه حتة صغيرة، ياخد الذهب ويجمعه، فيصبح كل درهم ناقص، والناس غالبا مش هتاخد بالها، شيء يسير أو يندق أو نحو ذلك. فهذا يؤدي إلى فساد في الأوزان وفساد في الذمم وظلم للناس، فقال هذا من الفساد في الأرض. وقد قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يبقى إهلاك الحرث والنسل اللي بيعملوه الأمريكان والروس وأعداء الإسلام من إهلاك الحرث والنسل. إهلاك طبعا النسل المسلم في المقام الأول، كل الحروب الظالمة الجائرة. ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين، ده سبب النزول، ولا شك أن سبب النزول هو كذلك، ولكن الآية أعم، يعني هي نزلت في قطاع طرق مشركين مرتدين، ولكن الآية عامة في من كان مسلما وفي من كان كافرا. هناك قطاع طرق مسلمين وقطاع طرق كافرين، والكل يستحق هذا الجزاء. يقول روى ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى قوله: إن الله غفور رحيم، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل. وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدروا عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب. وهنا إذا قدر عليه فإنه يقام عليه الحد، وإذا لم يقدر عليه وتاب إلى الله سقط عنه حد الحرابة، ولا يسقط عنه ما ارتكب من سفك دم، لكن ينتقل من كونه حرابة إلى كونه قصاص، والقصاص يحتمل العفو. وكذلك أمر السرقة إذا لم يكن رفع إلى الإمام يمكن أن يعفو صاحب الحق ولا يتحتم عقوبته، فالقصاص ليس بمتحتم العقوبة، بخلاف ما إذا كان قاطع الطريق قد أدرك وأمسك قبل أن يقدر عليه، قبل أن يتوب قبل القدرة، أمسك وهو على ذنبه
فإنه يتحتم إذا كانوا قد قتلوا أن يقتلوا، ويتحتم إذا كانوا قد سرقوا أن تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، وإذا كانوا أخفوا الطريق أن ينفى من الأرض. وروى حديث رواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا نزلت في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. يظهر الله أعلم أنه لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه ثم أدرك بعد ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا الآية، قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. رواه ابن جرير. وروى شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت في الحرورية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. رواه الوردوي. يقصد أنها في الخوارج إذا قتلوا وسفكوا الدماء، فجنس قتال هؤلاء من جنس قتال قطاع الطرق. ها؟ الجمهور يرون هذا قتال الخوارج ليس كذلك، يقولون أن هذا التأويل يمنع تكفيرهم ولكن لا يمنع عقوبتهم. يقول: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة عن أنس بن مالك أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا المدينة. استوخموها يعني لم يطب جوها لهم، مرضوا بسبب عدم تعودهم على جو المدينة، فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيب من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. قوم تعودوا على الصحراء، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا على أطراف المدينة في الصحارى المحيطة بها مع الإبل، إبل الصدقة، ومع راعيها ليشربوا من ألبانها وأبوالها استشفاء. فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، شوفوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم فأدركوا، فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، لأنهم سمروا أعين الراعي. فكان فعل النبي عليه السلام بهم في هذا الأمر قصاصا، لما سملوا أعين الراعي، لما أدخلوا فيها المسامير المحماة سمرت أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، تركوا في الشمس حتى ماتوا كما تركوا الراعي حتى مات. جزء تقطيع الأيدي والأرجل والقتل عموما كان للحرابة، والأفعال المضاعفات الأخرى مضاعفة قصاصا، وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ: لهما من عقل أو عرينة. وفي لفظ: وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون. وفي لفظ لمسلم: ولم يحسمهم، يعني تركهم بعد قطع الأيدي والأرجل دون أن يمنع نزيف الدم، لأن السنة في قطع يد السارق أن يحسم، بمعنى أن يجعل في يعني كشيء من الزيت المغلي أو نحو ذلك ليقف نزيف الدم من العروق، توضع يده في شيء يمنع النزيف. فترك هؤلاء ينزفون حتى ماتوا، لأنه كان مطلوب قتلهم لأنهم قتلوا.
كما أنهم مرتدون. وعند البخاري قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وفي رواية لمسلم: وارتدوا، وقد أخرجاه بنحوه. وقال سعيد عن قتادة عن من عكل وعرينة وعن أنس قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. ورواه مسلم عن أنس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوه، وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام مرض. ثم ذكر نحو حديثهم وزاد: وعنده شباب من الأنصار قريب من 20 فارسا، فأرسلهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. يعني لما ارتدوا أرسل وراءهم 20 فارسا فأتوا بهم. هذه كلها ألفاظ مسلم رحمه الله. وقال أحمد بن سلمة: حدثنا قتادة وثابت البناني وحميد الطويل عن أنس بن مالك أن ناس من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، لم يوافقهم جوها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. ونزلت: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. أعوذ بالله. وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه وهذا لفظه، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى ابن مردويه عن أنس قال: ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج، قال: أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة من البحرين، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقوا من بطونهم، وقد اصفرت ألوانهم وضمرت بطونهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم عمدوا إلى الراعي فقتلوه واستاقوا الإبل. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا. وكان إذا صعد المنبر الحجاج بقى، عشان كده أنس إيه ندم إنه قال الحجاج إن الرسول عمل كده. قال: وكان إذا صعد المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطع أيدي قوم وأرجلهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا لحال ذود من الإبل، لعدد من الإبل. طبعا هو مش كده، إنما فعل بهم ذلك لأجل أنهم ارتدوا وقتلوا الراعي وسمروا عيني. فكان الحجاج يحتج بهذا الحديث على الناس. ما تجيش تقول للظالم أيوة ده ثابت في الشرع مثلا تعذيب المتهم، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم دفع اليهودي إلى الزبير فمسه بعذاب، ياخدها حجة ليعذب الناس. هو وشتان بين هذا وذاك، هذا رجل كافر، فلا يجوز تعذيب المسلم بحال من الأحوال، بل ولا تعذيب الكفار التعذيب الذي يفعله المجرمون، نسأل الله العافية. وروى ابن جرير عن أنس قال: كان 4 نفر من عرينة و3 من عكل، فلما أتي بهم قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم، وتركهم يلتقمون الحجارة بالحرة، فأنزل الله في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.
يقول: كنت أصوم يوما وأفطر يوما طول العام، وكان هذا لا يتوافق أحيانا مع يومي الخميس والاثنين والثلاث الأيام البيض، فهل تركهم أولى أم صيامهم أولى؟ نقول: من كان يصوم يوما ويفطر يوما فهذا أفضل الصيام، وهذا لا يلتفت إلى الاثنين والخميس، معلوم أنه لن يتوافق كل أسبوع مرة مع الاثنين ومرة مع الخميس، وكذلك لا يلتفت إلى الأيام البيض، لا يعتبر إلا رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى والأيام بعدها أيام التشريق، هذه التي يعتبرها، فيصوم رمضان بنية الفرض ويفطر يوم العيد عيد الفطر ويفطر يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعدها، ويستمر طول العام على صوم يوم وإفطار يوم. ولا الظاهر والله أعلم، يمكن عرف لأجل أنه سوف يفطر يوم العيد على أي حال، لأنه يجب أن يفطر يوم العيد والأيام بعدها، أما غير ذلك فيفطر يوما ويصوم يوما، والله أعلم وأعلم، وهذا أفضل، ولكن إذا كان لا يشق عليه. لا، لمن عادته ذلك طول العام، هذا الذي أقول له أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا لمن عادته طول العام أن يصوم يوما ويفطر يوما في العشر الأوائل من ذي الحجة أو في عاشوراء وتسعاء وغير ذلك، فإنه يصوم يوما ويفطر يوما، والله أعلم وأعلم. ولو سافر فاحتاج إلى الفطر فإنه يقضي هذه الأيام أفضل، والله أعلم. وأما هدي النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو صلى الله عليه وسلم لأنه مشغول بواجبات وفضائل أعمال أخرى، فكان يرغب في أنواع من الصيام، لكنه نص على أن أفضل الصيام صوم داود، يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، في مشقة طبعا على الرجل وعلى المرأة، لكن إذا كان الإنسان يحتمل خلاص. هل كما ذكرتم فإن الإفساد في الأرض الدعوة إلى الشرك، فهل من إحيائها إحياء النفس دعوتها إلى الله؟ نعم، فإن هذا كما قال: نفس تحيا في الحديث الضعيف، نفس عليك بنفسك أن تحييها بطاعة الله. هل يجوز أن يقتل رؤساء من الخوارج؟ إذا ثبت أنه من الخوارج وليس كما يعني يظن البعض أن كل من خرج على حاكم يكون من الخوارج، هناك فرق، الخوارج يعتقدون كفر المسلمين ويسفكون دماءهم ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويمرقون من الدين كما مقسمهم من الرمية، هناك فرق بين الخوارج وبين البغاة وبين من خرجوا على إمام ظالم، البغاة يخرجون على إمام عادل، وأما الظلمة وهم بغاة أيضا ولكن يعني ظلمهم أقل، وظلم الإمام الجائر في قتالهم كذلك ليس له أن يقاتلهم حتى يزيل مظلمتهم، فهناك من يخرج على إمام عدل، فهؤلاء بغاة يخرجون بتأويل سائر وليسوا خوارج، وهناك من يخرج على إمام ظالم أخطأ، ولكن كما قال مالك: دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا، وليس له أن يقاتلهم وليس للمسلمين أن يعاونوه على قتالهم حتى يتوب إلى الله ويرفع المظالم التي عنده والتي أخذوها عليه، وهناك من يخرجون على الإمام لفساد الاعتقاد كالخوارج وكذا الرافضة إذا اجتمعوا وقاتلوا، فهؤلاء الذين إذا تمكن المسلمون منهم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم. وهل يقتل الواحد المقدور عليه منهم؟ قولان لأهل العلم، ويرجح شيخ الإسلام أن من كان مفسدا منهم لأنه رأس في البدعة فإنه يشرع قتله ولا يجب، والجمهور يرونهم كالبغاة، الأسير منهم لا يقتل إلا عند الحنفية الذين يقولون أنهم إذا كان لهم فئة
يتحيزون إليها يجوز قتل الأسير والتلفيف على الجريح، وإذا لم يكن له فئة لم يجوز ذلك. والجمهور يقولون لا يجوز قتل أسير البغاء ولا التلفيف على جريحهم، ويرون كما ذكرنا قتال الخوارج مثل قتال البغاء. فالذين يطلقون أن كل من خلف الحاكم يقتل بهذه الطريقة يعني ده أنس رضي الله عنه ندم على أنه حدث الحجاج بحديث صحيح ثابت في موضعه، ولكن يضعه الحجاج في غير موضعه، فهذا كيف يعني يضع هؤلاء الأشياء في غير مواضعها ويتكلمون بها يجرؤون الظلمة والفجرة على ظلم الناس؟ هل يجوز للخاطب أن يجلس مع خطيبته وهي بناقبها كل أسبوع مثلا بهدف معرفة الشخصية؟ ربنا يهديهم. إذا كان هناك يعني أمر يتم يعني الكلام فيه وليس يعني لمجرد هو أجنبي عنها، فإن كان يعلمها شيئا، إن كان يعني يتشاوران مثلا في أمر شراء الجهاز المنزل أو نحو ذلك، وليس أن كل أسبوع يجلس معها، فإن هذا يفتح باب فتنة. كما يجوز أن أجلس أنا معها فلتكن أنت كذلك. نعم، هيحب بعض فعلا. رجل يعمل رئيس منفذ جمركي، هناك يصدرون بعض البضاعة، هل يحق لهذا الرئيس أن يبيع هذه البضاعة؟ اللي هي بتاعته ولا بتاعة أبيه؟ هي هو لا يملكها، صدرت بالحق كالمخدرات مثلا يجب مصادرتها وإعدامها، خمر يجب مصادرتها وإعدامها، صدرت بباطل وأخذت أموال المسلمين بالباطل فهي على ملك أصحابها، لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يأخذها. هل يحق الذي اشتراها منه أن يتاجر فيها ليربح؟ دي أموال مغصوبة، لا بد أن ترد إلى أصحابها. ما حدث مع الشاب المصري في لبنان الذي ذبح ثم صلب، هو ايه ده الموضوع ده؟ اعوذ بالله. إذا قتل يقتل بنفس الطريقة، يقتل بنفس الطريقة، ولكن لا يعلق بهذه. لو هو ثبت القصاص يبقى يقتل قصاصا وليس بهذه الطريقة. نسأل الله العافية. يعلقوه زي الذبيحة، ده كلام لم يشرع. أعوذ بالله. إيه ده؟ ده جايبينه في التلفزيون دي ولا إيه؟ يا رب ارحمنا بالرحمه. ايه يا رب سلم يا رب. قسوه عجيبه قوي. يقتلوه اذا ثبت ان هو ارتكب جريمه يبقى يقتل، بس لا يمثل بالجث الا في حاجه هو ايه صنعه. اذا سمل اعين الرعاه، لما سملوا اعين الرعاه سمل اعينه، اللي عمل يتعمل فيه. وبعدين إذا كان هو فعلا الأمر قصاص يبقى مردود لأهل القتيل، أهل القتلة. أقول قولي هذا، استغفر الله.